رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، مكملين في فقرتنا ومحطتنا الصباحيه. نجدد التحيه لكل من انضم والتحق بنا في هذا الصباح، كل من اختار قناه سي بي سي بنو قناه الشروق العامه. وسيله وتدبيره وحضور وسيله اكيد راح يكون حاضر كثير من المواضيع طبعا اكيد. صباح الخير لطفي، صباح الخير ليلى، صباح الخير كم سيد اللي يشوفوا فينا اليوم. اذا اليوم المواضيع اللي اخترتهم ثلاثه هذوما انتم طلبتوهم، يعني اذا كيفيه اول موضوع كيفاش نطفوا الادوات اللي نطيبوا بها مثل الكسار، المقالي، الطناجر، يعني اللي تراكم عليهم الترسبات والدوسهم كيفاش نطويهم. ليلى شاف ليلى جيبي لنا الطناجر اللي عندك. كانوا يحتاجوا كذلك. انا واش نحكوا اليوم؟ وكذلك لداري. شتي كيفاش؟ لي مو ثاني اللي نطيبوا بهم الحلويات، شتي تجي واحد الماده فوقهم تخليهم يبان كي الزيد لكن هو ماشي زيد، بصح هذيك الماده كي تلصق لك ما نطفوهاش، يعني راح ما نقدروش نستعملوا لو مول اون بليس تجي صعيبه، ومن بعد كي نحبوا نقوهم. هذه بالنسبه للموضوع تكبر وسيله. اكزاكتومون الموضوع الاول. والثاني يعني الثالثاني لي طوشون تاعنا كيفاش نغسلوهم وكيفاش نحوهم، نحو لهم لي طاش. يعني مرق احمر شت واعر باسكو العكري قاطع، يعني كي نمسحوا بهم يدينا كيكونوا بليسوس روج ولا رايحين يتلطخوا، سيدات تصيب صعوبه باش تنحي هذيك لاطاج. حتى ولاو يقولوا لي ولا ما نحبوش نستعملوا طراش، نستعملوا لي بابي موشوار تالمون يعني يعياو، ما كي يغسلوهم ما يخرج. لكن بصح اليوم عندنا تدبير ان شاء الله راح يخرج. وكذلك بقعه تاع لابيتادين الدول الاحمر كيفاش نحوهم، سورتو كي يقيسوا حوايجنا ولا. اذا اول شيء راح نبداو قلنا بالكسار نتاعنا، بادوات تاع الطهي تاعنا كيفاش نطفوهم، واش نسحقوا. نسحقوا القارص هذا شفا قلت لهم ما ترموش البقايا، نسحقوا كذلك يعني هذا معجون تاع صابون حجره، نقول لهم كيفاش يخدموه. معجون صح صابون حجره انت خدمتيه؟ انا خدمته باش شوف درت هنايا هاي الكاسخول هنا، شوف الى الكاميرا مان يعني باش يحكمها مليح، هنا كان فيها هذيك الكحوليه تاع دي فوا طيبوا حاجه تفيض لنا، دي فوا صافي هذيك كي تفيض تنحرق من تحت، تعطينا هذا يعني النوع تاع اللون اللي لون يقلق مزعج. فوالا صدق كي تكون حاجه جديده ونخدموا بها كيف كيف، يعني نفس الخلطه اللي مول ثاني. انا كنت بديت العمليه يعني لازم ينشف لي مليح صابون حجره تاعي باش نوري لهم كيفاش نستعمله. اذا السيده انت واش ديري؟ تحكمي كاسرونه ديري فيها زوج كيسان تاع الماء، ومن بعد تكثرمي لها الداخل مبشور تاع صابون حجره تاع يعني شويه، قيس واحد 100 غرام هكذاك، وتخليه يغلي مليح مليح. ومن بعد كي يغلي يتعجن يدوب ضيفي له الخل الابيض ترمي له وتخليه يبرد، ومن بعد ديري فيه بلار وتخدمي فيه، شوفي يولي بهذا الشكل هكذا، يعني كوم كي زبده هكذا عجينه. فوالا رايحه انت تحكمي اول شيء هذاك يعني الطنجره ولا الكاسخوله كي حبه تنقيها، واش ديري لها؟ تحكي لها قبل هادو باقي تحكم لها من قبل، ومن بعد تيك نديروا لها هذا المعجون من الفوق ونخليوها تنشف. كي ينشف كليا واش نديروا؟ نجيبوا هنا حبل تسحقوا لازم لاجاكس هكذايا، فوالا نشمخوه بشويه برك تاع الماء ونبدا نحك هكذايا. شوفوا معايا، شوف لطفي راه يتنحى، يبدا يتنحى، صدقوني انه تولي جديده، يعني شوف هو يروح كليا ويروح بسهوله هكذا. هذا واش نديروا لها يعني هكذايا، ها انا راح نوري لكم يعني هكذا، ها ما يطلبش جهد كبير يعني، والطنجره تاعكم راح تولي ولا لاكاسخول ولا راح تولي جديده، يعني كانه ما كانش فيها هذه الترسبات يعني هذا ما كان. وكي بازون سا ديبون لو ستوكاج، يعني ممكن تكون بزاف كل خطره عاودي لها هي رايحه تولي جديده، وجاي رمضان باش هذوك الطناجر والكسار اللي راهم مرميين عاودي تجبديهم كامل، عاودي تجبديهم يعني. ويلا فوالا ها هكذا، شوفوا هنا هكذايا. وما يهمش نوع الماده اللي مصنوعه منها؟ لا لا ما يهمش، صح كيما قلت يعني سؤال من لطفي انه صح كاين شحال من مارك تاع يعني ولا نوع تاع الحديد يعني، لكن لا هذا يعني تقدر تستعمله في كامل انواع تاع الحديد، لينوكس ولا في نابوك اكزاكتومون. ومن بعد ليك انا حنوري لكم يعني انتم تغسلوها عادي كي تكملوا هذه العمليه، انا حنوري لك انا حنمسحها لك عندي هنايا. يمسحوا بقماش مبلل. فوالا هذا ما كان ويغسلوها هذا ما عادي. ما عادي هاي لك. يعني انا ما حكيتش يعني ما درتش جهد كبير يعني باش نوري لكم بالليك فوالا تولي بهذا الشكل يعني حيتنحى كليا. كذلك بالنسبه قلنا الليمول تاعنا، شوف اللي قلت لكم يعني ترتب يعني تراكم عليهم اكزاكتومون، وهذوك الترسبات فوالا يقولوا كي الزديد حول المول، صافي السيده حتصيب صعوبه ثاني باش تحك. نفس العمليه راح نتشمخ شويه الحبل هكذايا ونحكوهم غير بلاجاكس هكذا، لانه يعني ما يجرحهمش. شوفوا هنا تاني حنمسح يعني باش نوري لكم تشوفوا هكذا،
برافو. هاوليك ثاني خلطه يعني ما ملي دينا ما تخافوش هذوك لي برودوي شيميك ممكن يعني دير لنا يعني مشاكل في الجلده تاعنا ولا حبه صابون حجره رانا خدمنا يعني منظف ينظف لنا كامل الترسبات والدهون. هذا بالنسبه للسيدات اللي طلبوا موضوع تاع الاواني يعني نطيبوا فيها ولا قوالب الحلويات يعني اللي ثاني يستعملوهم بعدا يوجدوا صعوبه فيهم. اما موضوع الاخر على بالي ثاني حيحبوا مرور المناديل. نعم تاع لي تورشون تاعنا سي فري قلنا كي يعني كي نستعملوا لي تورشون تاع القماش في الدار سيده ولا تكره يعني صراحه لانه كي طيب حاجه والدراري يمسحوا يديهم بعدا لي صوصغوش قلنا ما يتنحاش العكري يلصق في الطراج ميم لو كان يعني تحكها يعني ولا لا 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 يعني موضوع اكزاكتومون تدبغ. اذا شوفوا هنايا واش ندير اول شيء قبل انايا ما ندير حنسيح شويه على بيتادين. شوفوها هكذايا هنايا برك هكذايا لابيتادين ثاني كي تنشف ما تروحش يعني فوالا يعني لابيتادين نستعملوها مثلا جوه دي فاش دير تقيس السيتريكو تاعك تقيس الجينيزي ولا انا برك طبقتها يعني على يعني طشيتيها طشيتها بلابيتادين فوالا شوف هنا بها باش نحو كذلك يتباع عند الصيدلي يعني انا كيف سي لوكسيجيني تاع دي فوليوم تشروها عند الصيدلي بثمن يعني بزاف رخيص ورايحين تحطوا فوق لابيتادين يعني ولا فوق لاطاش غوج اللي فوق كامل فوالا لي صوص غوج ولا قلنا الدواء الاحمر ولا لابيتادين يعني شوفوا هكذايا ومن بعد انا رايحين نحكوا برك هكذايا ها هي رايحه تروح كليا يعني الطاشه تبدا تزول نديروا لها غير لوكسيجيني فوالا هكذايا ها ومن بعد تغسلها بونظف الاواني عادي تبدا تزول تماما غير بالاكسجيني. اختنا تاع الدراري ميم اللي يخدموا في لي زوبيتو يعني يعانيوا من هذا الشفته بلي بلونش تاعهم الوغ كيف هاي لك لطفي ما كاش اليوم راح يفرحوا يفرحوا كامله كذلك لاصوص موجه اللي حنرمي عليها ان شاء الله لكل مرضى اكزاكتومون. عندي هنا ثاني شوف العكري ها صوص غوشاني وراح ندير لها هكذا برك ها تنحى ما تبدلش جهد كامل. ومن بعد انتم كيفاش تغسلوا لي طوشو حبيت نقول لكم باللي لي طوشو ما يتغسلوش في لاماشينا لافي باسكو القماش تاعهم راح يرشى. اذا واش ديروا نحكم مليان هكذايا ندير فيه مدافي ندير فيه منظف الاواني دو بريفيرونس وحوالي ملعقه كبيره تاع الخل الابيض نحط لي باغزوم يعني دوكا نحيت لي طاشون تنحاو نحطهم نحطها تطخومبي يعني داخل الماء ومن بعد ميم باربع ساعه نغسلها سيبو كل شيء زال. اذا هكا لا لابيتادين لا تاع لاصوص روج يروح كل شيء يعني ممكن قلت لك ديروا غير لوكسيجيني يعني سي بون حنايا ينحي لك كامله بدون صعوبه يعني ومن بعد كي تغسلوا تسيبوا لي طاش ما كاش يعني هذا بالنسبه يسلمك لي لا هذا بالنسبه لي طاش قلنا في حوايجكم ولا في لي بونطالون ولا ميم في لي دغا دي فوا كيما قالت لك الطفل كيكون مختن كيديروا ممكن يقيس حوايجو. اذا باسكو لابيتادين تبقع ما تروحش وغير لوكسيجيني دي فوليوم قلت هو اللي حيسلكم ينحي لكم كامل البقع عاديه شوفوا ما كاين والو ميم لي صوص غوج اللي يكونوا يعني قاصحين ثاني ما تخافوش. والموضوع تاعنا ثاني هذايا اسهل من طريقه ما كاينش اسهل طريقه ما كاش ما حتعيوا روحكم اذا استعملوا طراشنكم بلا ما تخافوا فوالا يسلمك يا لطفي يسلمك ومن خلال اختيارك كل المواضيع يسلمك.